إلى قرية ميت شماس مركز أبو النمرس محافظة الجيزة توجهت قافلة مؤسسة حياة كريمة لتقديم خدماتها للمواطنين. القافلة تشمل تقديم ندوات تثقيفية إضافة إلى خدمات طبية للكشف على المواطنين وتوزيع الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات للمستشفيات المتخصصة. النهاردة قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة القاهرة بتضم طبعا قافلة طبية بتضم أكثر من 12 تخصص، منهم طبعا التخصصات النادرة اللي بتفتقر هذه القرى أو المناطق البعيدة عن تمركز الخدمات الطبية ليها. يعني أنا النهاردة جاية علشان أدي ندوة توعوية عن الهجرة الغير شرعية للشباب، بقول لهم إن هنا في كل الفرص المتاحة للشباب، كل اللي بيتعمل بره احنا هنا بنعمله احسن من هنا بكتير، بس احنا المشكله ان احنا عندنا ان الغرب احسن، وان احنا لو رحنا هناك الفكر الخاطئ ان احنا لو رحنا هناك هنيجي اغنياء وعندنا ثروه، وده كلام مش موجود اساسا. قافله مؤسسه حياه كريمه تم تنظيمها بالتعاون مع جامعه القاهره، حيث يقوم نخبه من الاطباء من مختلف التخصصات بالكشف على اهالي القريه وتشخيص الحالات وكتابه الادويه اليهم ثم صرفها لهم بالمجان. طبعا بنحاول دايما ان احنا نشارك في القوافل والندوات عشان المرضى هنا، طبعا المرضى محتاجيننا، توعية المرضى والكشف عليهم وكتاب العلاج اللازم برضو بنحاول يكون متوفر دايما العلاج اللي هم محتاجينه. ناس طيبة والله، ناس طيبة ومقابلتهم حلوة، كشفت رمض الدنيا قطرة والدنيا هي ازازتين دواء. وقد توافد أبناء قرية ميت شماس منذ الساعات الأولى للصباح إلى مقر الوحدة الصحية لتسجيل أسمائهم والكشف عليهم. كشفت رمد وكشفت باطني وأروح أخش أكشف عظام. اللي سبب في الفكرة وجاب الفكرة للناس اللي ظروفها تعبانة زي حالاتنا، ربنا ينور له عينيه. المتطوعون من أبناء القرية كان لهم دور هام في دعم جهود قافلة مؤسسة حياة كريمة. التطوع بالنسبة لنا هو حاجة مفيدة جدا، انك انت فعلا تقدر تمد ايدك للخير للناس فعلا المحتاج. وتستمر مؤسسة حياة كريمة في تقديم خدماتها الطبية والتوعوية في مختلف قرى ومراكز ونجوع مصر من اجل توفير خدمات طبية وتوعوية للمواطنين واطفالهم. من مركز ابو النمرس بمحافظة الجيزة، لمياء موافي، النيل للأخبار.